السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلمة اليوم باللغة العربية. وكلمة اليوم هي كلمة عقارات، والكلمة جمع لعقار، والعقار مال غير منقول. نقول أعمل مهندسا في شركة عقارات في لندن، ونقول ارتفعت أسعار العقارات في الآونة الأخيرة. كذلك نقول تبيع الشركة بعضا من عقاراتها، ونقول يمتلك أبوها عقارات عديدة في العاصمة أبوجا، ونقول ورثت جمانة عقارات عديدة من أبيها. مشاهدي الأعزاء، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا على المتابعة، وفي الختام تقبلوا مني ومن فريقي العمل أطيب التحايا. دمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.